هذه الفترة التيار الصدري كان ينوي الدخول باسم الكتلة الصدرية انتخابات، وفعلا سجل في المفوضية العليا المستقلة انتخابات بحدود 100 مرشح. حقيقة كنا عازمين، يعني كانت الخطة أنه حتى ذاهبين باتجاه رئاسة الوزراء، وكان هذا الإعلان واضح، لكن ظروف معينة واضحة أصلا الكثير أنه لو تولى التيار الصدري رئاسة الوزراء لن يكون هناك عراق، سيحرق العراق. الأسلوب المتبع من قبل الخصوم السياسيين مو أسلوب سياسي، هو أسلوب أنت لفظته في بداية حديثك، يستخدمون الأسلوب القذر جدا في هذا الموضوع، لا يهمهم أرواح المواطنين مقابل رئاسة الوزراء. فالتيار الصدري عندما انسحب من الحكومة وانسحب من الانتخابات القادمة ولا يشارك في العملية السياسية، انسحاب الزاهدين، كان مؤمن وواثق من خطواته أنه لو شارك في الانتخابات على الأقل حسابيا ورقة وقلم على الأعداد الموجودة ممكن نحصل على 80 مقعد. أو كيف أتفاعل مع ما تقوله أنت حضرتك أنكم انسحبتم انسحاب الزاهدين؟ يعني قد توظف أنت هذه الكلمة، لكن خليني أتفاعل معها. الآن مو بدلالات. الدلالات حتى مو إحنا نشيرها، الدلالات تشيرها كل الجهات السياسية الموجودة المشاركة بالعملية الانتخابية. على الأقل يعني أريد أذهب برؤيتهم، هم يقولون أنتم الكتلة الأكبر بالمستقبل بغض النظر عن العدد، سواء 50 60 70، بس برؤيتنا إحنا حسابتنا أمورنا الحسابية بالورقة وقلم أعدادنا. تعرف اليوم جمهور التيار الصدري منظم جدا ومؤدلج وموزع على مناطق، ونعرف لدينا ماكينة انتخابية لها خبرة بالعملية الانتخابية تكون أفضل ماكينة انتخابية لدى الأحزاب السياسية. فحسابنا من نقول إحنا 80، يعني تقريبا 80 ويا الأجواء العامة مسيطرين عليها. مع ذلك هسه خلينا نذهب برؤية الأحزاب الباقية خصومنا اللي يقولون أنتم لا راح تجيبون 60 مقعد، أنا سامح من عندهم كلهم على مستوى الكتل الشيعية أو الكتل الباقية، يقول لك أنت جايب 60 مقعد. والتنازل عن 60 مقعد ما أعتقد اليوم أكو جهة تقدر تتنازل عن مقعد.